حبايب قلبي، ابطال تانية ثانوي، احلى ناس في الدنيا واجمل ناس في الدنيا. ايه الاخبار يا حبايبي؟ يا رب تكونوا زي الفل وبنذاكر وعارفين ان احنا في مرحله مهمه جدا جدا ولازم نبذل فيها مجهود عشان ان شاء الله تكون كويس جدا السنه الجايه ان شاء الله. صل على النبي، الله يبارك لك وركز معايا. النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين مع بعض، فاحنا هنشتغل يونت 9 كلها ان شاء الله رب العالمين. هنشتغل ان شاء الله مع بعض النهارده لانجوج نوتس مهمه باذن الله هنشتغلها. هشتغل معاك شويه روابط مهمين جدا 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 باذن الله. هشتغل معاك النهارده تو جرامر باذن الله رب العالمين، فانت مخليك مركز معاه قوي. كشكولك اللي هو اصلا بتاع الكشكول ده تخليه معاك ان شاء الله، هتكتب معاه كل كلمه بقولها ان شاء الله رب العالمين عشان تذاكر بعد المحاضره وتخش على الحل زي البرنس باذن الله رب العالمين. صل على النبي. اول حاجه عندنا الفرق ما بين بروفيشن وورك جوب كارير بوست. صل على النبي، انا عندي بروفيشن يا مستر اللي هي المهنه، والمهنه دي بتحتاج لقدر كبير جدا من التدريب زي الفل، زي الطب وزي التدريس، مش اي حاجه وخلاص، لان انت لازم بتكون متدرب كويس جدا. طب يا مستر عندي وورك، دي معناها العمل بصفه عامه، واعرف ان ده غير معدود انكاونتبل. طب انا كمان يا مستر وورك بستخدمها الاشاره لمكان العمل. طب الجوب بقى دي وظيفه الشخص بيعملها كده بصوره منتظمه عشان يكسب منها فلوس، مفيش مشكله. طب بوست يا مستر، بوست دي وظيفه مهمه. طب يا مستر عندي كارير، دي الحاله المهنيه او الفتره اللي انت بتقضيها في وظيفه معينه او وظيفه مستقبليه. زي الفل. اول حاجه البروفيشن زي ما احنا قلنا معناها المهنه طبعا. هي لفت ذا تيتشنج بروفيشن، هو ساب مهنه التدريس. ايش معنى؟ تو سيت اب، عشان ياسس هيز اون بزنس، ياسس طبعا العمل التجاري بتاعه الخاص. يا سيدي الف مبروك. بيترز وورك، العمل بتاع بيتر بيشتمل على الكثير من الترافلنج، يعني الكثير من السفر. I have a lot of work، انا عندي الكثير من العمل اللي اقوم به to do. She has applied for، يعني هي تقدمت بطلب التحاق لي وظيفة طبعا في شركة ايه؟ في شركة تأمين، مفيش مشكلة. بعد كده بقول لي هي هذا لونج كارير، عنده طبعا حياة مهنية او فترة مهنية طويلة في الصحافة. بعد كده she has got the post، هي حصلت على وظيفة مهمة sales manager، اللي هي طبعا مدير مبيعات. زي الفل. صل على النبي، الله يبارك لك. عندي بعد كده other than و rather than، من اهم الحاجات عندك. صل على النبي، other than دي معناها بخلاف او غير او باستثناء. طب و rather than يا مستر، دي معناها بدلا من. حلو. عندي other than ودي معناها apart from، يعني بخلاف او غير او باستثناء، طبعا هنا باستثناء. تمام. عندي rather than ودي معناها instead of، يعني بدلا من، مفيش مشكلة. there are many sources، يعني يوجد العديد من مصادر البروتين other than، غير الميت يعني غير اللحم يا سيدي. تمام، عرفنا ان other than بتيجي بمعنى apart from، بخلاف او غير او باستثناء. طب I will watch a film، انا هتفرج على فيلم هنا. rather than يعني instead of، بدلا من، ان انا go out this evening، ان انا اخرج في هذا المساء، مفيش مشكلة. species ودي مهمة جدا جدا جدا، بتيجي نوع وبتيجي انواع، يعني هي نفسها الكلمة بتيجي مفرد وبتيجي جمع، يعني بتاخد فعل المفرد وبتاخد فعل الجمع. بس اعرف الله يبارك لك، اما يجي معاها this انا بختار معاها فعل المفرد، اما يجي معاها this فانا بختار معاها فعل الجمع. حلو خلاص يا مستر، انا خدت بالي ان انواع او فصائل دي او سلالات، اما بتجيلي معاها ذس فانا بختار فعل المفرد، يجيلي معاها ذيس مع نفس الكلمه فانا بختار فعل الجمع، مفيش مشكله. هذه السلاله طبعا من الحيوانات، فهي سلاله نادره الان. هنا بيقول يونيك ودي معناها مميز او فريد بيه، وبيجي معاها بربوزيشن تو، حرف الجر تو، من اهم الحاجات عندك. طيب يونيك تو معناها مميز او فريد بيه، طبعا خد بالك ما بستخدمهاش خالص في التفضيل ولا في صفه المقارنه خالص. بقول لك هي هاز يونيك كاركتر، يعني هو عنده شخصيه كده فريده ومميزه، وات برنس من الاخر. ذيس كات، هذه طبعا القطه، از يونيك تو ايجيبت، يعني بيتفرد بيها مصر، هي موجوده بس في مصر. زي الفل. هيز بيرسوناليتي، يعني بقول لك الشخصيه بتاعته ما ينفعش اقول از مور يونيك، لان يونيك قلنا المستر قال ما بتجيش مقارنه خالص ولا بتيجي تفضيل. زي الفل يا مستر خلاص. طب اللي جاي ده مهم قوي، التشالنج معناها يتحدى، وبتيجي نون بمعنى تحدي، يعني هي معناها يتحدى وده فيرب، ده فعل طبعا، وبتيجي اسم بمعنى تحدي. زي الفل، دي كده نون يا مستر. جيتنج ذا فيرست برايز، الحصول على الجائزه الاولى، از ا ريال تشالنج، يعني تحدي حقيقي، يبقى دي نون طبعا، جايه هنا نون، جايه اسم بعد كده تشالنجينج، يعني شيء يحتوي على تحدي، اهوت شيء يحتوي على تحدي، مفيش مشكله، او صعب ومثير. بقول لك هنا ان هي از اريال تشامبيون دونت تشالنج، بقول لك هنا يا معلم ان هو خد بالك ده بطل حقيقي، لا تتحداه، فدونت وبعدها مصدر، هنا جالي فيرب. طبعا هنا بيقول لي ذا تيتشر، المدرس، شود جيف ستودنتس، ينبغي ان هو يعطي الطلاب تشالنجينج اكسرسايزز، تمارين طبعا صعبه مثيره فيها تحدي، تو ديفلوب، عشان يطور من ذير سكيلز، من المهارات بتاعتهم، مش القطعه تيجي صعبه فانتوا توجعوا دماغنا بقى، ويا مستر انت بتجيب لنا قطع صعبه والحاجات دي، ما يا جماعه عشان نعلي من مستواكم يا جماعه،
يا جماعه عشان يكون عندك سكيلز يا جماعه، وما نفرض عليكم مقال كل مره فتقول لي يا مستر مقال مقال، اه يا مقال يا حبيبي كل مره مفيش مشكله خالص، ما دي سكيلز بالنسبه لك، ما انت لازم تطلع حلو والله عشان ترتاح في ثالثه، والله بعمل معاك كده عشان ثالثه، والله والله انا بعمل معاك كده عشان في ثالثه برضه هيتعمل فيك اكتر من كده ان شاء الله، فالله يبارك لك، اه اجيب لك قطع صعبه، فانت بتتعلم بتحفظ كلمات بتتاسس بتطلع ما شاء الله حلو، بتحفظ كلمات كتير، اي قطعه تجي لك سهله فخلاص بالنسبه لك تافهه، ما انت خدت على الصعب، بتكتب اسي عشان ان شاء الله تروح في ثالثه ثانوي، دلوقتي الاسي اساسي مقالي دلوقتي، فانت بتكتب اسي في ثالثه برضه، فانا بخليك تكتب في ثانيه عشان في ثالثه، ما مش هدلعك يعني، ما انت حبيبي وعايزك تكون حلو والله، عايزك تخش الكليه اللي انت عايزها وعايزك تبقى حلو، فبالله عليكم مش قطع صعبه يا مستر، ومش كل مره اسي، اه كل مره اسي، واه قطع تقيله في الامتحانات مفيش مشكله خالص، وقال الامتحانات لازم يكون فيها افكار، ما. ايه يا جماعه في ايه؟ بعد كده عندي طبعا حته مهمه جدا جدا unchallengeable، ودي معناها راسخ او مطلق او ثابت، وبقول لك هنا ان اور لاف حبنا فور ايجيبت لمصر طبعا از unchallengeable، يعني حاجه ثابته وحاجه راسخه فينا واحنا بنحب مصر مفيش كلام، صلى على النبي. من الحاجات المهمة والجميلة جدا جدا مركز مع الله يبارك لك الروابط. أول حاجة أنا عندي روابط بتديني كونتراست، يعني روابط بتديني تباين أو تناقض. يعني بيكون في تناقض بين الجملتين، كونتراست تباين أو تناقض، بيكون في تباين بين الجملتين أو تناقض بين الجملتين. حلو. طب أنا في روابط بستخدمها للتباين أو التناقض ده كتير جدا جدا، صلى على النبي. عندك أول حاجة however، ودي معناها طبعا بالرغم من أو على الرغم من، واعرف أما بتجيلك في نص الجملة يا معلم فهي بتجيلك كده، however بيجيلك كده أول حرف فيها capital بيكون قبلها full stop بعدها comma، إنما لو هي أول حرف فيها small فبيكون قبلها طبعا comma وبعدها comma، أعرف الحتة دي. طيب هي از ريتش، هو وطبعا عندنا بطل معناها لكن بتديني تباين وتناقض برضو بين الجملتين، يعني تباين وتناقض إزاي؟ هو صاحي بدري لكن ما لحقش القطر، هو الطبيعي ان بصحى بدري بلحق القطر، بس في تناقض هنا ان هو صحي بدري وللاسف ما لحقش القطر، يبقى في تباين وتناقض بين الجملتين، يعني مثلا هنا على سبيل المثال هي از ريتش هو غني بط ام هابي لكن غير سعيد، ففي تباين وتناقض، يبقى فعلا بستخدم عندي رابط يديني تباين او تناقض اللي هو معناها كونتراست زي الفل. بقول لك هنا هويفر ريتش هي از على الرغم من كونه غني هي از ان هابي، يعني هو غير سعيد، في تباين وتناقض يا مستر، فاستخدمت عندي هويفر، طبعا هي از ريتش هويفر هي از ان هابي هو غني على الرغم من كده هو غير سعيد، هنا طبعا اول حرف كابيتال استخدمت قبلها فول ستوب بعدها كوما. حلو جدا، يبقى يا مستر انا بعرف عندي ان في روابط اسمها كونتراست ودي معناها التباين او التناقض زي الفل، وفي روابط عندي بتديني حاجه بقى اسمها الريزلت ودي معناها النتيجه، روابط النتيجه، نتيجه لذلك اهوت، عندي اول حاجه consequently و as a result معناهم نتيجه لذلك، مفيش مشكله. He works hard هو بيعمل بجد consequently او as a result نتيجه لذلك هو بيتم تقديره، مفيش مشكله. اعرف ان الروابط دي والله مهمه هتحتاجها في ثالثه، بس في ثالثه توسع عن كده شويتين بصراحه. طيب انا عندي طبعا الروابط دي اسمها result روابط النتيجه consequently نتيجه لذلك as a result نتيجه لذلك، وعندي so برضو اللي معناها لذلك بتعتبر معاهم. طب صل على النبي الله يبارك لك، احنا كده بنتكلم عندنا روابط بتربطني بالجملتين او فكرتين، لو في تباين او تناقض بين الاثنين فانا بستخدم عندي هويفر او بط. طيب وبعدين يا مستر لو انا عندي بقى عايز اقول لك نتيجه لذلك، فدي اسمها روابط ريزلت، يعني معناها روابط نتيجه. تمام، وبستخدم عندي هنا consequently او as a result او so، مفيش مشكله. طيب انا عندي يا مستر روابط اسمها روابط البيربز، الغرض اللي بيكون معناها لي او لكي. لي او لكي. طيب انا بستخدم عندي ايه؟ قال لي بص يا سيدي مبدئيا كده انت عندك اول حاجه لو هتتكلم على لي او لكي فانت عارف ان انت عندك تو وعندي ان اوردر تو ودول بيجي بعدهم انفينيتيف مفيش مشكله، يعني ايه برضه يا مستر؟ بص انا مش فاهمك قوي، يعني ايه بقى روابط بيربز غرض ولي او لكي؟ انا برضه محتاج افهم، صلى على النبي يا سيدي. انا بقول لك مثلا ايه؟ اي ستادي هارد، انا بذاكر بجد تو سكسيد لكي انجح، معلش انت قلت لي ايه؟ انت بتبين لي هنا غرضك، انت بتذاكر بجد ليه؟ لكي تنجح، يبقى انا هنا رابط معناه لي او لكي اللي هو رابط الغرض، فانا عندي بص قلنا اول حاجه تو وان اوردر تو، بس اعرف ان تو وان اوردر تو بيجي بعدهم مصدر، بيساويهم بالظبط حاجه اسمها ان اوردر ذات وحاجه اسمها سو ذات وحاجه اسمها ان ذا هوب ذات. حلو جدا يا مستر، طب ايه الفرق؟ هل في فرق؟ اه في فرق، انا عندي تو وان اوردر تو بيجي بعدها مصدر، انما سو ذات فبيجي بعدها لو الجمله في المضارع فاعل كان او ويل او مي وبعدين مصدر،
طب لو الجملة في الماضي قال لي بيجي بعدها فاعل could او would او might وبعدين مصدر، مفيش مشكلة. يبقى انا يا مستر عندي in order that وعندي so that وعندي in the hope that هيت. فاخد بالك لو الجملة بتاعتي في المضارع بيكون عندي فاعل can may will وبعدين مصدر. طب لو الجملة في الماضي فبيكون فاعل could might would وبعدين مصدر، مفيش مشكلة. انا كده الكلام بتاعي ماشي حلو قوي. يبقى مستر في فرق ما بين تو وان اوردر تو، ان بعدها مصدر على طول. انا قلت هنا تو سكسيد، تو المصدر زي الفل. خد بالك عشان في ناس بتستغبى وتقول لك ده ماضي، سكسيد انفينيتيف مصدر، سكسيدد ماضي مفيش مشكله. عندي سو ذات وان اوردر ذات، فدي بيجي بعدها لو هي مضارع فاعل كان مي ويل والمصدر، او فاعل كود او مايت وود والمصدر، مفيش مشكله. انا كده فهمت. انا بقول وي ورك هارد، احنا بنعمل بجد، سو ذات we can earn more money، طبعا لكي ان احنا نجني فلوس اكتر، مفيش مشكلة. اما تيجي تبص تلاقي so that بعدها فاعل كان والمصدر، لان الجملة بتاعت المضارع، ما بقولك we work، احنا في المضارع البسيط. طب حلو يا مستر، طب لو في الماضي انا بقولك he studied hard، هو ذاكر بجد، in the hope that يعني لكي he could succeed the exam، يعني هو يقدر ان هو ينجح الاختبارات. تيجي تبص تفصصها يا مستر، فعلا انا في الماضي واستخدمت هنا in the hope that، والمستر قال لي لو جملتي في الماضي مع in the hope that فيجي بعدها فاعل could او might او would والمصدر، فعلا فاعل وكود يا مستر والمصدر، كده زي الفل. انما عندي تو in order to وسو as to، فدي بيجي بعدها مصدر. انا بقولك he studied hard، هو ذاكر بجد، اشمعنى تو او in order to او so as to succeed لكي ينجح في الاختبارات. الحته دي مهمه جدا 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 جدا. not only but also، حلو، مالها يا مستر؟ ليس فقط ولكن ايضا، مفيش مشكله. واعرف هنا ان الفعل بيتبع الفعل الثاني، هتشوف دلوقتي وهتفهم. انا بقولك he didn't only played well but he also scored 3 goals، يعني هو مش بس لعب بصوره جيده، ده الواد يا عيني عليه كمان he also scored 3 goals، يعني هو احرز 3 اهداف. يبقى هنا معناها ليس فقط ولكن ايضا، مفيش مشكله. طيب قال لي كمان ان انا ممكن اشيل also دي واستخدم مكانها as well، بس بتجيلي في اخر الجمله. فانا بقولك he didn't only played well، هو مش بس لعب بصوره جيده، but he scored 3 goals as well، لكن هو احرز كمان 3 اهداف as well، يعني بالاضافه الى ذلك، مفيش مشكله. he didn't only played well، يعني بقولك خد بالك ان هو مش بس لعب بصوره جيده لكن ايضا احرز الاهداف. فهنا الفرق ما بين الجمله دي والجمله دي ان انا يمكن استخدام الفاعل ما بين but also، او ان انا اجيب but also على بعضها، دي ما فيش فيها مشكلة. قال لي خد بالك ان انا لما بجيب الفعل المساعد في الاول فده ظرف نفي، ده هو ظرف نفي. اما بيجي لي في اول الجملة فاعرف ان بيجي بعده فعل مساعد ثم فاعل، فعل مساعد ثم بعده كده هو فاعل، حلو. يبقى مستر نوت اونلي ده ظرف نفي، اما يجي لي اول الجملة بيجي بعده فعل مساعد ثم فاعل، تمام. not only did he play، لما تيجي تبص يجيب لك دي في الاختيارات ويحاول يلخبطك، يجيب لك he played بقى played هي ايا كان، فانت اكيد اكتر حاجه هتستبعدها تستبعد الاختيار ده، لان انت اول مره تشوفه. لا يا معلم انا عندي not only، اما تجي لي اول الجمله اول حاجه في الجمله بيجي بعدها فعل مساعد did، طب وبعدين الفعل هي وبعدين الانفينيتيف مع did، مفيش مشكله. فانا بقول لك هنا ان هو مش بس لعب بصوره جيده لكن ايضا احرز 3 اهداف، تمام. انا بقول لك هنا خد بالك ان الفعل بيتبع الفعل الثاني، ازاي يا مستر مش فاهم؟ انا بقولك ليس فقط علي لكن ايضا انا مدرسين، مفيش مشكلة. انا عندي كم فاعل؟ عندي 2، عند علي وعند انا، ماشي. طب يا مستر انا هجيب الفعل هنا، هل انا اعتبرهم علي وانا كده جمع فاجيب ار، ولا انا هعامل على علي الاولاني فهجيب هنا از، ولا هعامل على اي فاجيب ام؟ قال لي خد بالك ان الفعل هنا هو بيتبع الفعل الثاني. انا عندي الفعل التاني مين؟ اه يبقى يجي مع ام. طب انا عندي الفعل التاني مفرد يبقى يجي مع از، عندي الفعل التاني جمع يبقى يجي مع ار، مفيش مشكله. كلام كده حلو جدا، وركز معايا الله يبارك لك. الروابط من اهم الحاجات، انا خدنا كده روابط كونتراست التبانه او التناقض، خدنا بات وهويفر، وخدنا كمان روابط الريزلت اللي هي نتيجه از ريزلت كونسيكوينتلي، وخدنا سو، خدنا كمان روابط البروبز الغرض. خد بالك قلت لك عندك تو ان اوردر تو، سو از تو بيجي بعدها مصدر، انما عندي سو ذات ان اوردر ذات ان ذا هوب ذات، فدي بيجي بعدها فاعل كان او مي او ويل والمصدر، وفي الماضي بيجي بعدها فاعل كود او مايت او وود وبعدين مصدر، مفيش مشكله. نخش على الجرامر، صلح النبي الله يبارك لك وركز معايا. عندنا ايه النهارده؟ عندنا حاجه جامده جدا 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 جدا، وهي عادات الماضي، ابسط حاجه واجمل قاعده عندك، ما شاء الله ما فيش حاجه عندكم صعبه، الحمد لله رب العالمين. بص يا سيدي، عادات الماضي، فاول حاجه بستخدمها للتعبير عن عادات الماضي انا بستخدم يوزد تو، وركز معايا جدا بقى وخليك صاحي، تمام؟ تكتب ورايا طبعا لان ده مهم قوي. يوزد تو معناها ايه؟ يوزد تو دي معناها اعتاد على فعل شيء في الماضي، اعتاد ها
على فعل شيء في الماضي زي الفل. بس خد بالك لما يقعد افعله الان ما عادش بعمله دلوقتي. حلو يا مستر، تمام. طيب يا مستر انا كده عرفت معنى يوز دو تو. طب انا عايز اعرف التكوين بتاعها. صل على النبي، الله يبارك لك وركز معايا. انا بص يا سيدي هقول لك اعرف ان يوز دو تو تكوينها فاعل اهوت بلس يوز دو تو بلس انفينيتيف، يعني بيجي بعدها يوز دو تو بعدين مصدر. تمام يا مستر. طب انا عايز انفي جملتي. قال لي بص يا سيدي بيجي لي الفاعل وبعدين didn't وبعدين used to، خد بالك used to، خد بالك used to ومصدر. حلو. طب انا يا مستر عايز اعمل سؤال، اعرف السؤال عندي بدد وبعدين السبجكت وبعدين used to وبعدين المصدر. يا سيدي مفيش مشكله خالص. يبقى هنا اقول لك لاحظ يتم استخدام، يتم استخدام ايه؟ used to، بستخدم used to بس في النفي والسؤال. يعني في النفي والسؤال انت بتختار يوز تو، مفيش مشكله. صل على حبيبك المصطفى. طب يا مستر انا عرفت التكوين وعرفت كمان ان المعنى عندي اعتاد على فعل شيء في الماضي لم يعد يفعله الان. خلاص تمام. طب انا كنت متعود يا جماعه ان انا مثلا اقرا كتب، مفيش مشكله. انا عايز اقول ان انا كنت متعود اقرا كتب بس ما عدتش بقرا كتب، استخدم ايه؟ قال يوز تو والانفينيتيف. حلو. فاقول لك هنا اي يوز تو، انا كنت معتاد اهوت I used to، انا كنت معتاد. معتاد ايه بقى؟ read books، ان انا اقرا الكتب، مفيش مشكله يا مستر. تمام. فدي انت كده بتقول لي على عاده كانت موجوده في الماضي وانتهت خلاص. طب انا عايز انفيها يا مستر، فاقول لك I didn't. المستر قال لي بستخدم الفاعل اهوت وبعدين didn't used to والمصدر، يبقى I اللي هو انا الفاعل وبعدين didn't وبعدين used to read books. حلو جدا، ما كنتش معتاد ان انا اقرا الكتب، مفيش مشكلة، أنا كده ماشي حلو قوي. حبيت أعمل سؤال فهقول لك did you used to read books. حلو جدا يا مستر، مفيش مشكلة خالص. طيب وبعدين؟ أنا كده يا مستر عرفت عادة في الماضي فأنا ما عادتش موجودة طبعا، بستخدم عندي used to. طب يا مستر في حاجة تانية أنا ممكن أستخدمها للتعبير عن عادات الماضي؟ يا سلام، ده حاجات مش حاجة واحدة. صل على النبي، الله يبارك لك. أنا عندي حاجة مهمة جدا جدا اسمها no longer. مالها يا مستر نو لونجر دي؟ بص يا سيدي دي معناها لم يعد. مش انا كنت متعود اقرا كتب وما عدتش بقرا؟ فانا لم اقعد اقرا الكتب، مفيش مشكله. قال لي اعرف، ما هي نو لونجر بقى معناها لم يعد. قال لي اعرف ان انت عندك حاجه اسمها نو لونجر، بس دي حوارها مهم قوي. دي يا سيدي بيجي بعدها حاجه من الاثنين، يا اما بيجي بعدها مصدر لان بعملها اللي بيجي بعدها مضارع بسيط، لا اما بيجي بعدها مصدر معلش معوقه شويه، يا اما بيجي بعدها الفيرب مضاف اليه اس. حلو جدا، دي معناها لم يعد. تمام يا مستر. انا من شويه كنت بقول ان انا كنت متعود اقرا كتب بس ما عدتش بقرا. طب انا عايز اقول ان هو لم يعد يقرا الكتب، اقولها ازاي؟ بص يا سيدي انا قلت هعملها معامله المضارع البسيط، فطبعا هيبقى هي هو، انا مصمم اجيب هي هنا لغرض معين. هقول لك هي نو لونجر، هو لم يعد يقرا. يا مستر هتبقى ريد ولا هتبقى حوارها ايه؟ ريدز، لان انا قلت لك هنا نو لونجر بعملها معامله مضارع بسيط، يعني بيجي بعدها مصدر مع اي وي يو they. حلو. وبيجي بعدها الفعل المضاف اليه اس مع هي اور شي اور ات. حلو جدا يا مستر. طب انا هنا مستخدم هي، قصدي كلام حضرتك ان هيجي الفعل في اس بالظبط. هو لم يعد يقرا الكتب يبقى ريدز بوكس. حلو يا مستر. طب في حاجه تانية للتعبير عن عادات الماضي؟ يا سلام، ده حاجات. صلى على النبي، انا عندي طريقه كمان ان انا ممكن اقول لك الفاعل السبجكت بتاعك اهوت بلس dont اور doesn't وبعدين الانفينيتيف بتاعك المصدر بتاعك، وباجي في اخر الجمله اقول لك حاجه اسمها اي نو لونجر اور اني مور. مفيش مشكله يا مستر زي الفل. انا هنا من شويه قلت ان هو لم يقعد يقرا الكتب، طب انا عايز استخدم يا مستر اي نو لونجر او اني مور مع نفس الجمله. اقول لك بكل بساطه اهوت هي doesn't بقى. مستر قال لي هستخدم الفاعل، فالفاعل عندي هي اهوت. طب يا مستر الفاعل بيجي بعده don't او doesn't، هي بيجي معاها doesn't، يقول لك هي doesn't المصدر يبقى read، هي doesn't read books. وبعدين اقول لك هنا في الاخر ممكن استخدم اي حاجه من الاثنين، any longer او any more، الاثنين نفس المعنى، يبقى اقول لك هنا any longer. يا مستر خلاص الحمد لله انا فهمت طبعا ان انا عندي used to اعتاد على فعل شيء في الماضي بتساوي عندي no longer اللي معناها لم يعد، بس no longer لازم اركز فيها، بيجي بعدها مصدر او الفعل مضاف اليه است، بعملها معامله مضارع بسيط. طب وبعدين في طريقه ثالثه بتساويهم يا مستر، ان انا بستخدم فاعل don't او doesn't مصدر، وفي الاخر بجيب لك any longer او any more. حلو، كلام ماشي حلو قوي مفيش مشكله.
طيب قال لي برضو خد بالك ان انا حته مهمه قوي هنقولها، اما يجيب عندك، ركز في الحته دي قوي، اما يجيب عندك ايه؟ يجيب عندك السبجكت الفاعل بتاعك، وبيجي بعد الفاعل ده هوت ممكن فيرب تو بي كله، ممكن يجي لك جت او جوت، ممكن يجي لك بيكم او بيكيم، مفيش مشكله. بيجي بعدهم يوزد تو او اكاستمد تو، وبعدها هنا حاجه من الاثنين، يا اما فيرب اي ان جي يا اما ناون. حلو، الحته دي مهمه جدا والصيغه دي مهمه مهمه مهمه. صل على النبي، انا بقول لك دلوقتي الفاعل ثم فيرب تو بي، got او get، become او became، used to او accustomed to، verb ing او noun. ايه يا مستر الحوار ده؟ صل على النبي. هو ايه verb to be؟ يا مستر هتقول لي am، is، are، was، where. صل على النبي، الله يبارك لك. اما يجيب لك هنا عاده في المضارع فانا بستخدم am، is، are، او get او become، لان دول مضارع. طب اما يجيب لي عاده في الماضي فانا بستخدم was، where، من verb to be، بستخدم got، بستخدم became مع used to او accustomed to، بعدهم verb ing او noun. تيجي لك الجمله ازاي؟ خد بالك، ركز مع الله يبارك لك. يقول لك مثلا على سبيل المثال اهوت هي، وبعدين يعمل لي كده سبيس، تمام، ويقول لي على سبيل المثال salty food. حلو، وبعدين يديك اختيارات، يقول لك بقى تعالى لي بقى، يقول لك اختار لي هنا، هل هتختار used to ولا يلخبطك اكتر بقى، يقول لك هتختار didn't used to، مفيش مشكله، ولا يلخبطك اكتر ويقول لك هتختار لي هنا was used to، ولا يقول لك هتختار no longer. الجمله جات لي بالشكل ده، طب يا مستر انا هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي في الجمله دي؟ انت مديني اربع اختيارات، انا محتار. طب هل هو كان معتاد ولا ما كانش معتاد، ولا هتستخدم لي ويز يوزد تو، ولا هتستخدم عندي نو لونجر؟ صل على النبي، الله يبارك لك. تعالى فكر معايا واحده واحده. انا مبدئيا لما جيت اقول لك من شويه يوزد تو، قلت لك فاعل يوزد تو والمصدر، فين المصدر اللي هنا؟ ده صلتي فود يعني طعام مالح، مفيش اي فعل هنا خالص، يبقى ما ينفعش يوزد تو. طب ما هي ديدنت بيجي بعدها يوز تو والمصدر، هل في هنا مصدر فعل؟ مفيش اي فعل يا مستر، يبقى بستبعد دي. طب يا مستر نو لونجر يا حبيبي قلت لك بيجي بعدها فعل في المصدر او فعل مضاف اليه اس، هل هنا فعل يا جماعه اصلا؟ مفيش. يبقى انا هستخدم عندي ده المستر قال لي ووز used to، بيجي بعدها فيرب ان جي او الناون، وده صلتي فود ناون اسم اهوت، يبقى فعلا انا هستخدم عندي هنا was used to، لان المستر قال لي ان انا بستخدم فاعل وبعدين فيرب تو بي او، خلينا نبدل دي يا جماعه، نخليها ايه او عشان ما تتلخبطش فيها، تمام، بستخدم فيرب تو بي او جيت او جوت او بيكام او بيكيم، يوزد تو والفيرب ان جي او الناون. حلو، يبقى لو لقيت عندي يوزد تو قبلها فيرب تو بي، او لقيت قبلها جيت او جوت، لقيت قبلها بيكام او بيكيم، بعدها فيرب ان جي او الاسم. الكلام حلو جدا ومفيش مشكله، صل على النبي، الله يبارك لك، حته مهمه جدا. اما الاقي عندي اداه او وسيله، اداه او وسيله، حلو، فبيجي بعدها فيرب تو بي وبعدين يوزد تو. يا مستر انت لسه قايلها لي فوق، انت لسه قايل لي يوزد تو، اما يجي قبلها فيرب تو بي بعدها فيرب ان جي واسم، اقول لك لا موضوعنا مختلف. يوزد تو هنا يجي بعدها مصدر، او ممكن يكون عندي اداه او وسيله، بس ده مع الاداه او الوسيله، يجي بعدها فيرب تو بي ثم يوزد فور وفيرب ان جي، فهنا بيكون معناها اصلا تستخدم. يعني مثلا اقول لك ايه؟ انايف، السكينه اهيت، مالها؟ تستخدم، يبقى از used to بيتم استخدامها to cut vegetables. حلو جدا يا مستر، انا فعلا استخدمت هنا، اما جيت ابص لقيت عندي المستر استخدم verb to be ثم used to ثم المصدر. يا مستر استخدمت مصدر ليه؟ مش انت قايل لي فوق ان انا بستخدم verb to be وبعدين used to وبعدين verb ing؟ اقول لك هنا لا، بس دي اداه او وسيله، وهنا معناها تستخدم او يتم استخدامها، يبقى انا بستخدم بعد verb to be وبعدين used to مصدر. كلام كده حلو قوي. بنتكلم على عادات الماضي، اعتاد على فعل شيء في الماضي، فعل يوزد تو المصدر، فعل didn't يوز تو المصدر، did وفعل يوز تو المصدر، بستخدم no longer بتساوي عندي يوزد تو، بس بعملها معاملة المضارع البسيط، بستخدم any longer و any more فاعل don't او doesn't والمصدر، وفي الاخر بجيب لك any longer او any more، مفيش مشكلة. مستر قال لي بستخدم فاعل وبعدين verb to be got او became وبعدين يوزد تو او accustomed تو، بعدهم verb ing او الاسم، مفيش مشكلة، اداة وسيلة، verb to be يوزد تو المصدر، كلام كده حلو قوي. طيب في حته مهمه وركز معايا، بريك لك حته اسمها ود. مالها ود يا مستر؟ اللي خد بالك بيتم استخدامها للتعبير عن عادات الماضي، يتم استخدامها
للتعبير عن احداث متكرره في الماضي. حلو جدا. طيب ما انا يا مستر يوز دو تو برضو نفس الكلام، فعلا انت صح، ودي بيجي بعدها برضو مصدر زي يوز دو تو بالظبط. طيب انا هديك مثال وهقول لك على سبيل المثال ان انا كنت متعود، او اقول لك يا سيدي ان هو كان متعود ينظف غرفته، فاقول لك هنا هي يوز دو تو، هو كان معتاد على كلين ان هو ينظف هيز روم غرفته زي الفل يا مستر. طيب وممكن برضه استخدم ود فاقول لك هي ود، وبيجي بعدها انفينيتيف فاقول لك هي ود برضه نفس الكلام، كلين هاز روم وين هي ووز يانج. مفيش مشكله يا مستر، صل على النبي الله يبارك لك. ليه يا مستر هنا انا لاحظت لما جيت تكتب ود انت قلت لي وين هي ووز يانج، صل على النبي. ده اول فرق ما بين ود ويوز دو تو. انا يوز دو تو اما اسالك عن معناها فانت هتقول لي يا مستر يوز دو تو اعتاد على فعل شيء في الماضي، فهي بتشير الى الماضي، انما ود لا تشير للماضي، لذلك انا لازم استخدم معها ظرف يشير الى الماضي. يبقى اول فرق عندي ان يتم استخدام ظرف يشير لايه؟ يشير للماضي، بس مع مين يا جماعه؟ مع ود. حلو جدا، لان انا عندي ود اصلا لا تشير للماضي، بس يجدتو لا ده بتشير للماضي، فانا ما بستخدمش معاها ظرف. حلو جدا، ده اول فرق يا مستر. انت هنا بتقول لي يجدتو ود الاثنين بستخدمهم للتعبير عن احداث متكرره في الماضي. طب هل في فرق ما بين الاثنين غير موضوع الظرف ده؟ طبعا ده في فروق، صل على النبي. هقول لك يا سيدي ركز، ان بيتم مهم طبعا، يتم استخدام used to، انا بستخدم عندي used to مع الاحداث الهامه، يعني الاحداث البارزه او الهامه في الماضي انا بستخدم معاها used to. تمام، يعني بقول لك هو كان معتاد يدخن وهو صغير، دي حاجه بارزه جدا. هو كان معتاد يعمل سواق وهو صغير، او مش حاجه عاديه ان هو يكون شغال سواق وهو صغير، فدي احداث بارزه مع العادات البارزه في الماضي انا بستخدم يوز دو تو، ما ينفعش استخدم ود. ده هو كان متعود يلعب لصالح ليفربول لما هو كان صغير، مش حاجه عاديه، حاجه بارزه جدا، فانا بستخدم فيها يوز دو تو. تمام، يبقى اقول لك هنا مثلا ايه، هي يوز دو تو سموك، هو كان معتاد ان هو يدخن when he was young، هو دي حاجه بارزه قدامي فانا ما ينفعش استخدم would. تمام، الكلام حلو جدا، ما فيش اي مشكله. طيب انا برضو في فرق تاني يا مستر، ده في فرق مهم جدا. لاحظ ايه يا مستر؟ لاحظ لا يتم استخدام would مع الافعال التقريريه، يعني الافعال التقريريه اللي لا تاتي في المستمر انا ما ينفعش استخدم ود معها، مع الافعال التقريريه. ازاي؟ يعني جاب لك جمله مثلا وبعدين قال لك ايه؟ قام عامل لي كده وقال لي ركز الله يبارك لك. قال لي هنا ان شي وبعدين عمل لي كده بي ليزي. هي كانت معلش كسوله شويتين، فبقول لك هنا اختار لي، هل هتختار يوزد تو ولا هتختار عندك didn't used to ولا هتختار عندك ود؟ يا سلام، كلام حلو جدا. طب يا مستر ما انا معلش كلهم ينفعوا. اقول لك الله يبارك لك، ركز. انا ما ينفعش عندي هنا ان انا استخدم ود. ليه يا مستر؟ لان ود لا تاتي مع الافعال التقريريه وانا عندي فيرب تو بي فعل تقريري، فانا ينفع استخدم يوزد تو وينفع استخدم didn't use to. حلو، فانما ود ما ينفعش استخدمها. ليه يا مستر؟ فيرب تو بي فعل تقريري، وانت لسه قايل لي لاحظ لا يتم استخدام ود مع الافعال التقريريه. زي الفل، حلو، مفيش مشكلة. طب في يا مستر فرق ده؟ طب اديك مثال تاني، اقول لك مثلا شي وبعدين عملت لك سبيس كده، وبعدين اقول لك هاف ان اولد بايك. الجملة جت لي بالشكل ده، وبعدين بيقول لي ايه؟ الاختيارات عندك هتبقى يوزد تو ولا هتختار عندك هنا وود؟ مفيش مشكلة، الجملة جت لي بالشكل ده، فأنا هختار إيه؟ أنا عندي هاف طبعًا فعل ملكية، فعل تقريري، يبقى لذلك ما ينفعش أستخدم وود مع أفعال تقريرية، يبقى أستخدم عندي يوزد تو. بسيطة جدًا، والحمد لله القاعدة ماشية معانا حلو جدًا، ومفيش أسهل من إنجلش والله. نذاكر بس يا جماعة ونعمل اللي علينا، بجد أنا متعشم فيكم خير، وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية تكونوا حاجة أفضل حاجة في الدنيا إن شاء الله رب العالمين. صل على النبي. يا مستر خلاص عرفنا يوزد تو وعرفنا ود، هل لسه في فروق؟ في، صل على النبي يا سيدي. لاحظ
لا يتم استخدام would في النفي والسؤال. يعني اي جملة منفية او سؤال انا بستبعد اول حاجة would في النفي والسؤال زي الفل. يعني لما يجيب لي هنا مثلا يقول لي انهي وبعدين يعمل لي كده سبيس وبعدين يقول لي مثلا على سبيل المثال eat meat، جملة جات لي كده وبعدين بيقول لي اختار، هل هتختار didn't used to ولا هتختار عندك used to ولا هتختار عندك ولا wouldn't ولا هتختار عندك A and B؟ طب حلو، انا ببص على الجملة بتاعتي. اه طب هل هو كان معتاد ان هو ياكل لحمة ولا ما كانش معتاد ولا wouldn't ما كانش؟ يا حبيبي الله يبارك لك، انا لسه قايل لك لاحظ لا يتم استخدام would في النفي والسؤال، يبقى انا بستبعد wouldn't. خد بالك ما بتجيش في نفي وسؤال، يبقى انا معنى الكلام اللي ينفع عندي didn't used to وما كانش معتاد، وينفع used to هو كان معتاد، يبقى عندي A and B. حلو جدا، بسيطة، مفيش في حاجة يا مستر، الحمد لله رب العالمين، الحد كده ماشيين حلو قوي. طيب في حتة مهمة، الاحظ ايه؟ بص يا سيدي، لاحظ ان ظرف التكرار يأتي قبل وبعد used to، يعني بيجي لك قبل وبعد used to ولكن بعد would فقط. حتة مهمة برضو، يعني بقول لك مثلا ايه ان شي اهوت وبعدين اقول لك always اهوت used to drink cola. حلو، انا فعلا يا مستر كده استخدمت ايه؟ استخدمت always اللي هو ظرف تكرار قبل used to، ممكن استخدمه بعد used to لان احنا قلنا قبلها او بعدها. فاقول لك مثلا ان شي اهوت وبعدين اقول لك used always to درينك كولا. حلو جدا يا مستر، مفيش اي كلام خالص ولا في اي حاجه صعبه، الدنيا سهل. بس وود يا مستر انت قلت لي بعدها بس، فاقول لك فعلا شي وود اولويز اهوت طبعا ايه درينك كولا. حلو جدا، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه صعبه، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى على النبي الله يبارك لك. خلاص اتكلمنا يا مستر، عرفنا عادات الماضي، يوزد تو بيجي بعدها مصدر في النفي وفي السؤال بتبقى يوزد تو. عرفنا كمان عندنا نو لونجر لم يعد، بعملها معامله مضارع بسيط، واني لونجر واني مور انا بجيبهم مع جمله منفيه بدونت او بدازنت. وعرفت كمان ان انا عندي فيرب تو بي جوت بيكيم يوزد تو بيجي بعدها فيرب ان جي او الاسم تمام، او اكستمد تو مفيش مشكله. وكمان عرفنا يا مستر ان عندنا حاجه اسمها وود، وعرفنا الفروق ما بين وود ويوزد تو. انا عندي وود يا مستر انا بستخدمهاش في نفي وفي سؤال، واما استخدم وود لازم اجيب معاها ظرف يعبر عن الماضي لانها لا تعبر عن الماضي، وانا بستخدم يوزد تو في احداث بارزه في الماضي بستخدمها مع الافعال التقريريه، انما وود ما ينفعش استخدمها مع افعال تقريريه. الكلام ماشي حلو قوي، صلى على النبي. كده اول جزء ده. الجزء الثاني مهم جدا، وركز معايا الله يبارك لك، كل ده بيتكتب في الكشكول عشان تخلص تذاكر تخش تحل ان شاء الله باذن الله رب العالمين، صلى على النبي. قال انا عندي لو تفتكر الترم الاول كان عندنا الكومباريتيف والسوبرليتيف، المقارنه والتفضيل، المقارنه والتفضيل. طيب نقط مهمه نعدي عليها بسرعه، بس مش دي اللي هناكد عليها يعني. بص يا سيدي افكرك بس بسرعه ان انا كان عندي صفات قصيره وصفات طويله، نقاط بسيطه هنعدي عليها بسرعه كسبيل المراجعه بحيث ان انت تكون ايه فايق معايا، صلى على النبي. قلنا المقارنه والتفضيل، قلنا المقارنه دي انا عندي حاجه من الاثنين، يا اما صفه قصيره، صفه قصيره، يا اما صفه طويله اهو، يا صفه طويله. طب ايه حوارها؟ صلى على النبي. قلنا لما تكون عندي مقارنه مع الصفات القصيره بتبقى عندي الصفه وبعدين اي ار وبعدين ذان. حلو، قلنا لما تكون عندي صفة طويلة فأنا بستخدم مور أو لس وبعدين صفة طويلة. حلو، طب وبعدين يا مستر كان عندي برضه التفضيل، فكرني معلش. أقول لك يا سيدي تعالى أنا عندي التفضيل دهوت أهوت، التفضيل بيكون برضه نفس الكلام مع صفة قصيرة وصفة طويلة، صفة قصيرة أهوت وصفة طويلة. إيه حوارهم بقى يا مستر؟ صلى على النبي وركز معايا الله يبارك لك، صاحي جدا وفايق. صفة قصيرة في التفضيل بتبقى ذا وبعدين الصفة وبعدين اي اس تي. حلو، طب ويا مستر الصفه الطويله؟ قال لي لا دي بتبقى ذا موست او ذا ليست وطبعا بيكون بعدها الصفه الطويله. حلو، صفه طويله اهوت. انا هنا بقول لك مثلا على سبيل المثال كمقارنه مع الصفات الطويله زي بيوتيفول مثلا ما ينفعش احط لها اي ار، فبقول لك ان على سبيل المثال هنا از مور بيوتيفول، هي اجمل من،
بيدفل طبعا صفه طويله ما ينفعش احط لها اي ار، بيدفل ذان مين مثلا يا سيدي اي حد بقى لبنى مثلا. تمام. بعد كده بقول لك التفضيل مع الصفات الطويله، فانا هقول لك هنا اهوت نفس الكلام برضو از ذا موست بيوتيفول اهوت. بس كده تمام يا مستر، افتكرت خلاص انا كده فاكر الحمد لله رب العالمين. مقارنه وتفضيل، مقارنه صفات قصيره، الصفات القصيره بحط لها اي ار، صفات طويله ما بحطلهاش اي ار، قصيره بحط اي ار، انما طويله مور او لس صفه طويله وبعدين ذا في الاخر. تمام. التفضيل يا مستر مع الصفات القصيره ذا والصفه واي اس تي، مع صفات طويله بيكون ذا موست او ذا ليست وبعدين صفه طويله. حلو جدا، انا ماشي حلو. طب وبعدين؟ وبعدين قال لي عندي حته مهمه جدا، اعرف ان مور، ودي مهمه يا جماعه، لا ياتي بعدها صفه قصيره مفيش مشكله، انما عندي لس بيجي بعدها ياتي بعدها صفه قصيره عادي جدا، وبيجي بعدها الصفة الطويلة. بس لما بيجي بعدها صفة قصيرة اعرف ان بتكون بدون الاي ار. طب اما بيجي بعدها صفة طويلة ده عادي مفيش مشكلة. فبقول لك ايه؟ شي از ليس انتليجنت. حلو يا مستر، فعلا ليس بيجي بعدها. اقول لك مثلا دان هير سيستر مثلا، على سبيل المثال يعني. فبقول لك هنا ان هي اقل في الذكاء من اختها. ماشي فعلا يا مستر، استخدمت لي لس وبعدها انتليجنت صفه طويله. طب ينفع لس تيجي مع صفه قصيره؟ المستر قال لي اه، بس اعرف لما بجيب بعدها صفه قصيره ما ينفعش استخدم اي ار. يبقى اقول لك هنا ايه بقى؟ اقول لك شي از لس تول ذان هير سيستر. هير سيستر حلوه، حلوه جدا 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 يا مستر. انا خدت بالي ان مور ما ينفعش استخدم معاها صفه قصيره خالص، انما لس ركز معايا الله يبارك لك، بيجي بعدها صفه طويله وبيجي بعدها صفه قصيره بدون اي ار. طب حلو، انا كان عندي حته مهمه يا جماعه، ودي كده قلنا مقارنه وتفضيل، كان عندي حته مهمه جدا. اعرف ان في حاجه اسمها تساوي بين صفتين. مالها يا مستر التساوي بين صفتين؟ قال لي انا عندي تساوي بين صفتين، فانا بستخدم از وصفه واز، ده في حاله التساوي بين صفتين، حاجتين بيتساووا في حاجه. طيب حلو، انا تعالى نتكلم بقى لو انا هعمل تساوي بين صفتين. قال لي عندك ثلاث حالات. ايه الثلاث حالات؟ قال لي اول حاجه عندي اما يكون مفيش فرق ما بين الاثنين، يعني نو ديفرنس، مفيش اي فرق ما بين الاثنين، الاثنين متطابقين، فانا في الحاله دي بستخدم عندي از وصفه واز والصفه بدون اي اضافات، او بستخدم عندي اكزاكتلي وركز معايا الله يبارك لك ذا سيم از، واعرف طبعا ان سيم هنا بيجي بعدها اسم من الصفه وبعدين از، وممكن اقول اكزاكتلي ذا سيم بس مفيش مشكله خالص. انا عايز اقول لك ان عربيتي هي نفس سرعه عربيتك، او عايز اقول ان عمر وهشام هما نفس السن بالظبط باليوم بكل حاجه، فانا بستخدم از صفه از. تمام. فاقول لك هنا ايه؟ عمر از ماشي، از اولد از هشام، هما كده الاثنين بيتطابقوا يا معلم، يعني هما بيتساووا بالظبط مفيش اي ديفرنس. وممكن استخدم اكزاكتلي ذا سيم بس الاسم من الصفر، فاقول لك هنا ان عمر اند هشام، عمر وهشام هما اتمالهم الاثنين بقى ار اوف ذا سيم، بس ذا سيم هنا هيجي بعدها الاسم من الصفه ما ينفعش استخدم اولد، استخدم ايج العمر، هما الاثنين نفس العمر. تمام. يبقى يا مستر اول حاجه انا خدت بالي منها ان انا بتكلم هنا عن النو ديفرنس، مفيش اي اختلاف ما بين الاثنين، الاثنين متطابقين. انت قلت لي بستخدم از صفه از، بستخدم اكزاكتلي ذا سيم از، بس اكزاكتلي ذا سيم بيجي بعدها الاسم من الصفه مش الصفه. طب فكرني يا مستر باسماء الصفات. اقول لك يا حبيب قلبي ركز معايا، ما عنديش اغلى منك. اقول لك ان انا عندي مثلا على سبيل المثال كان في يونج وكان في اولد، ودول بيكونوا عندي ايج الاثنين، وكان عندي برضو اكسبنسيف غالي الثمن، وكان عندي تشيب رخيص. اقول لك الاثنين دول بيكون عندي برايس، واقول لك برضو ان انا عندي سمول وعندي بيج، سمول هيت وبيجي عندي برضو بيج، والاثنين دول بيكونوا سايز. واقول لك برضو ان انا عندي نير وعندي فار او ريموت، والاثنين دول بيكونوا عندي ديستنس مفيش مشكله. واقول لك عندي برضو هاي وعندي طول، والاثنين دول بيكونوا هايت، وعندي برضو وايد فدي بتكون ويث،
وعندي strong فهي بتكون strength. دي اسماء الصفات. عندي long برضو length. كل دي اسماء للصفات. يبقى انا عارف ان بستخدم as صفة as، انما the same فانا بستخدم بعدها اسم من الصفة. دي اسم من الصفة، 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 ودي اسم من الصفة. دول اسماء الصفات معانا، مفيش مشكلة خالص يا مستر انا عرفتهم خلاص. يبقى the same انا بستخدم بعدها اسم من الصفة الحاجات اللي في دوائر دي، انما انا عندي الباقي دول صفات ما ينفعش استخدمهم بعد ذا سيم، مفيش مشكله. وعرفت يا مستر ان از وصفه واز، الصفه ما بين از واز ما ينفعش خالص ان انا اخليها اسم، لا هي بتبقى صفه زي ما هي وما بحطلهاش اي حاجه. طيب وكمان يا مستر قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه، كنا احنا خدنا ان انا عندما يكون في نوت مع التساوي بين صفتين فممكن تبقى از وممكن تبقى سو، وبعدين صفه وبعدين از، زي الفل حلو. بس سو اس دول اللي في الاولى في اللي قبل الصفه مش في اللي بعد الصفه، اللي بعد الصفه كده كده اس ده كده كده، انما اللي قبلها هنا في النفي بيكون اس او سو. حلو. طب خلاص يا مستر انا عرفت كده ان في مقارنه وفي تفضيل، وعرفت افتكرتهم الحمد لله واخدينهم الترم الاول. مقارنه في صفه قصيره فانا بحط لها اي ار، مقارنه في صفه طويله فانا بيكون عندي مور او لس، وبعدين صفه طويله وبعدين ذان، تفضيل فانا عارف مع صفه قصيره ده، وصفه او اي اس تي مع صفه طويله ذا موست ذا ليست، وبعدين صفه طويله عارفهم يا مستر، تساوي بين صفتين. وقبل ما ننتقل يا مستر انت قلت لي مور ما بيجيش بعدها صفه قصيره خالص، انما لس بيجي بعدها الاثنين، وصفه قصيره بيبقى بدون اي ار، تساوي بين صفتين از وصفه واز. حلو. ويا مستر في النفي تبقى not as او so صفة او as، ولما يكون عندي مفيش فرق خالص as وصفة او as او exactly the same وبعدين الاسم من الصفة و as. ماشي. طب لو في عندي فرق بسيط يا مستر، يعني يكون عندي هنا small difference يعني فرق بسيط جدا، قال لي بص انت هنا في الحالة دي بتستخدم حاجة من اول حاجة، حاجة اسمها slightly بدرجة طفيفة، او حاجة اسمها أبعاد بتساويها، او حاجة اسمها قلاتل يعني قليلا، وبعدين صفة مقارنة. انا بقول لك ايه، ركز مع الله يبارك لك، انا بقول لك عربيتك اسرع من عربيتي بشوية صغيرين. حلو، شوية صغيرين. طب اقولها ازاي؟ قال لي انا بستخدم اي كلمة من دول عشان تديني ان في فرق بسيط، وبعدين بعدهم صفة مقارنة. فاقول لك هنا معلم ايه، ركز مع الله يبارك لك، بتكتب في كشكولك ومركز معايا عشان انا ورايا ابطال ان شاء الله رب العالمين. بقول لك يور كار سيارتك is، وبعدين اقول لك slightly faster than mine يعني عربيتك اسرع من عربيتي بشويه صغيرين. طب حلو، انا كده يا مستر اتكلمت على السمول ديفرنس، الفرق بسيط قوي. طب هل يا مستر انا بعمل مقارنه بس بيكون فرق كبير بالظبط فيه، انا عندي big difference اختلاف كبير، بستخدم مع الاختلاف الكبير ايه؟ وركز مع الله يبارك لك، مهمه جدا جدا جدا. قال لي ان انا بستخدم مع الاختلاف الكبير اول حاجة اسمها for، كثيرا even كثيرا much كثيرا a lot كثيرا، بيجي بعدهم صفة مقارنة، صفة مقارنة. طيب فانا بقولك ايه، انا بقولك بقى هنا ان الطيارة اسرع من القطر بكتير، شوف انا قلت ايه بكتير، ففي فرق كبير. فلذلك قال لما تيجي تقول بكتير دي فانت بتستخدم كلمه من الكلمات دي مع صفه المقارنه. فانا بقول لك مثلا ان ذا ترين او ذا بلين بقى الطائره مالها از ايفن او فار او ماتش اي كلمه منهم، اقول لك مثلا فار فاستر بعدها صفه مقارنه يعني الصفه باضافه اي ار ذان ذا ترين. فانا بقول لك هنا ان مش بس الطائره اسرع من القطر، ده انا بقول لك الطائره اسرع من القطر بكتير، فاستخدمت عندي فار او ايفن او ماتش او الوت وبعدها صفه مقارنه عشان يديني بكتير. حلو يا مستر، انت كده اديتني اولا ان مفيش فرق بيتطابقوا، قلت لي اكزاكتلي ذا سيم وبعدين از او اكزاكتلي ذا سيم بس، وبعدين قلت لها يا مستر ان لو في فرق بسيط سلايتلي ابات اليتل وصفه مقارنه، ممكن انا كمان استخدم almost وبعدين استخدم as وصفه واز، دي بتديني برضو ان في تقريبا بيتساوى، almost يعني تقريبا بيتساوى. تمام زي الفل كده، صل على النبي الله يبارك لك وركز معايا. انا كده خلاص اتكلمنا على صفات مقارنه يا مستر، وعرفنا لو في فرق بسيط في فرق كبير مفيش فرق وتطابقوا، وخدنا مستر مور ما يجيش بعدها صفه مقارنه، ليز يجي بعدها الاثنين، بس ليز بعدها صفه مقارنه قصيره بدون اضافه اي ار. حلو، احب بس افكرك بحاجه،
ان انا كان عندي اعرف لا يتم استخدام ده لا يتم، عشان لو جات لك بس في الحل حبيبك مش عايز يسيب لك اي حاجه، والله انا عايز اقول لكم كل حاجه. لا يتم استخدام ذا، وكله يا جماعه مجاني يوتيوب. لا يتم استخدام ذا مع صفات التفضيل امتى؟ لا يتم استخدام ذا مع صفات التفضيل امتى؟ قلنا ثلاث حاجات. لو عندي عادات ترتيبيه زي ذا فيرست خدناها طبعا كل ده الترم الاول، انا بس برجع لك اكد لك عليها عشان اقابلك في الحل، بس هو ده ترم اول. عادات ترتيبيه، لو عندي صفات ملكيه، صفات ملكيه طبعا انت واخدها ترم اول برضو، زي هاز، زي هير، زي ماي، زي اور، زي يور، زي ذير، هي دي صفات الملكيه. او يكون عندي ابوستروف اس مع اي حاجه من التلات. طبعا عادات ترتيبيه ده ذا فيرست عشان لو ما كنتش عارف او حاجه، او ذا سكند، اي حاجه من التلاته دول انا لقيتهم في جمله التفضيل انا ما بستخدمش ذا مع التفضيل. انا بديك مثال مثلا وبقول لك ايه، ركز معايا الله يبارك لك. بقول لك ذيس از، وبعدين بقول لك هز، وعملت كده وبعدين بقول موفي. حلو، مستر قال لي اختار بيتر ولا بيست ولا ذا بيست، تختار ايه من الثلاثه دول؟ اه مستر استنى، انت عايز تقول افضل فيلم، خلاص ذا بيست تفضيل يا مستر، يا صفه شاذه من جود تبقى جود بيتر وبعدين ذا بيست. طيب انت كلامك صح، بس ركز معايا الله يبارك لك، انا عايز فعلا تفضيل، بس انا لقيت عندي صفه ملكيه، والمستر قال لما يكون عندي اعداد ترتيبيه صفات ملكيه ابوستروف اس ما استخدمش ده مع صفات التفضيل، يبقى معنى الكلام ان انا هستخدم بيست بس لوجود عندي صفات ملكيه. الحمد لله رب العالمين، القاعده سهله جدا مفيش فيها مشكله خالص وبسيطه جدا الحمد لله. خدنا مقارنه، خدنا تفضيل، تساوي بين صفتين، قلنا لو مفيش عندي فرق خالص، لو في فرق بسيط، لو في فرق كبير بنتصرف ازاي، وعرفنا مور كمان ما ينفعش يجي بعدها صفه قصيره، ليس بيجي بعدها الاثنين، بس لما يكون بعدها صفه قصيره ما احطلهاش ER. حلو، وكمان قلنا ان ده ما بستخدمهاش مع التفضيل طبعا لما يكون عندي عادات ترتيبيه صفات ملكيه ابوستروف اس. طيب انا كده الحمد لله خلصنا القاعده بتاعتنا النهارده كده، يونت 9 كلها الحمد لله، خدنا لانجوج نوتس، خدنا روابط، خدنا الجرامر، الحمد لله رب العالمين بسيط جدا وسهل جدا. انا معتمد عليكم وعارف ان ورايا رجاله ان شاء الله تذاكر حلو قوي ان شاء الله تخش على الحل، واستنى باذن الله باقي المنهج زي ما وعدتكم على اليوتيوب، لازم شير لكل اصحابك عشان الكل يستفيد. اشوفكم يا رب دايما على خير، هتوحشوني جدا، مع السلامه.